شاف زيد. وانا وزيد قررنا انه كل اكله زيد بطبخها رح يعمل لها منها الريسيبي الهيلثي اكثر، صح زيد؟ صح اكيد، عشان انا كثير بحب اكل وربك كثير بتحب. وانا كمان بحب اكل، بس زيد ما بقبل يطبخ اكل هيلثي، فعشان هيك قررنا انه كل اكله زيد بعملها بالبيت بده يعمل لي وحده ثانيه هيلثي، صح زيد؟ اكيد. يلا نبدا اليوم. بدنا نعمل ايش؟ بدنا نعمل معكرونه. بدنا نعمل اليوم باستا معكرونه، بس الون كوب من الباستا فيها 200 كالوري، وون كوب من الزوكيني باستا فيها 17 كالوري بس. يلا اوكي. للوصفه اليوم اللي بدنا اياها نحن رح نعمل بيسك سمبل توميتو صوص مع الخضره تبعتها فيجيتيريان دش، بس الشيء رح يختلف انه انا رح احط معكرونه مع تبعتي ورح احط الزودرز. الزودرز اللي هو زي الكوسه، هو محطوط معمول من الكوسه والجزر. اوكي، والماكله اي ثينك يو كان باي ات اني وير. يلا صار عمال هاي هي الماكله الزودرز، بيسكلي بتيجي اكثر من شكل، بس بنحط الخضره هون بتنلف بعدين بيطلع شكلها زي المعكرونه. هاي زودلز وهاي معكرونه بيزكلي. حط زيت زيتون. زيت زيتون مش لقد ايه نط حلفي يعني. زين، انت حط زيت زيتون هالقد زين؟ عشان it's a major flavor. It's not just for the sauteing purpose. Okay. أنا رح أحط البصل والبارليك. كتير على النار لا؟ لا. شوية ملح. أحط الخضرة. هيك دائما تقلي البصل لأنه شوي يطلع لونه. كل مرة بحكي لها أنا نفسي أحفظها. أعمل هيك. فلفل اخضر وبرتقاني واصفر واحمر. بعدين بتحطي اي تايب اوف فيجيتابل يعني بتحطيه. انا عشان ام جوينج بيسك شوي. طبعا هذا الدريسنج بضبط الصوص تاع بضبط للشنتين يعني لا بفوت اون فاير. بضبط للتنين يعني بضبط للبدي ياكل تبعتي او للبدي ياكل تبع زيد، صح زيد؟ يس. و اي لايك تو سيزن اي شيء مثلا اي دو وذ توميتو صوص بيزل ليفز روزماري وزعتر. هلا رح نزيد بندوره، which is هي بندوره بس مهروسه مع العصير تبعها. بتقدر تعملوها بالبيت او اذا ما بدكم تقدر تجيبهم على البيت. بعد ما تخلط منيح بنحط شوية رشة ملح، واذا بدك سكر او لا او لا و لا لا وبالعاده الواحد بحب يحط سكر. هاي الريسيبي للصايمين او للفيجيتيريين اللي ما بدهم لحمه. الحلو بهاي الريسيبي انه بتقدر تحطيها يا مع الزودرز على ال طبعا يبدلوا بين ال اي حدا عامل كيتو دايت فيليو دايت او لو كارب دايت بيقدر انه يعمل هاي الريسيبي. هي بس نحن بدلنا الباستا بزوكيني اللي هو بالكوسا. يلا زين. وهيك بكون عملنا لو كارب اول فيجيز زوكيني باستا او انه الفيرجن الاحسن. هاي فيها كثير كربوهيدرات عاليه وهاي كلها خضره، صح زيد؟ بس وي هاف تو ميك شور برضه انه نحن بنعمل الزوكيني انه ما بس نسلقه قبل ما نحطه مع الصوص ما نسلقه كثير عشان بيخلص.
يلا نروح.